كبرتهم ولكن ما كبرتهمش. اذا المشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. فاليوم صراحه قصه مؤلمه، قصه تاثر اي واحد، لان هذا السيد اللي كتشوفوا معايا اخت ديالو عام دابا ما عندهم تخشي اخبار، واش ميته واش حيه واش مشدوده واش مريضه واش واش واش، اسئله تطرح على اذهانهم كل دقيقه كل ساعه وكل يوم وكل ليله، لدرجه هاد السيد قال لي ما بقيتش كنعس كنحلم بها في كل وقت، خلي غير التصويره ديالها هي لان الدري باقي صغار. الله يعطيك الصحه، اشنو واقع سيدي؟ راجا اختي قالوا لنا عيط لنا الدراري عما سميتو غنمشيو يعني. شو يعرف عاودينا القصه من الاول للاخر. رجاء ام كانت فرحانه، كانت عايشه بحالها بحال جميع المغاربه في المحمديه هي وراجلها. واخا تفضل كمل لينا. رجاء سكنت في دارها، الله جديده الدار ديالها، الله بنى وليها في المشروع. زوجت على سنة الله ورسوله. رجاء تزوجت على سنة الله ورسوله، عطينا هذا السيد، السيد من المحمديه جابته بنت خالتي وعطينا الدريه. معقول معقول وعطينا الدريه اختي والله يرحمه جلال، وجا عندنا وخطاب الدريه اختي وعطينا الدريه اختي هو واخته، والله يعمرها دار من اطيب الخلق الناس. كان السيد راجل اختي وكان الله يعمرها دار، الله يرحمه مسكين. كان الدار هو دار لا دارو، والدار ديالنا لا داره داره. وكان هو مسكين في المحمديه بحار، كيمشي للبحر. فالقصة ديال الاختفاء ديال رجاء وديال هو ما كانتش على البال، ما كانتش على البال نهائيا. رجاء ما قالتش لينا راني غادا ولا رجاء في الشهر التاسع بانها حامله وقريبه تولد وعندها بنيه، وعيطت لينا وقالت لينا انا قريبه السيمانه الجايه غادا نولد، وصوبت الدار ديالها في المشروع وبناوها وصوبوها وقادوها وفرشوها، وكنتسناو باش غادي نمشيو عندها تولد ونمشيو عندهم نفرحوا بها. وراجا حنينه فينا بزاف وحنينه فمها، وكل نهار كتعيط لينا وكل نهار كتواصل معنا، وما خبرتناش بهذا الخبر اللي فجأونا به. خوتهم اللي عيطوا لهم الدرك الملكي وقالوا لنا جيبوا معاكم راجا، وراجا ما راجا ملي عيطنا راجا ما كتجاوبش. شويه قال لك راه راجل راه مات وتوفى في طنجة هو وصاحبه، صابوهم غارقين. قلنا راجا راه بحار راجلها، واليوم راجلها مات توفى من اللي غرق، غنجيو راجا نشوفوا راجا. ملي كنصونيو راجا ما كتجاوبناش، عيطنا للعائله. لا ما كيصونيش، مطفي مطفي. عيطنا الرجاء، عيطنا نصونيو العائله كاملين، عائله عمامي، واحد ما عنده اخبار والو، حتى واحد ما جاوبنا. جينا في هذاك الليل مع 12 ديال الليل قودنا من العروبيه، جينا للمحمديه. ملي وصلنا للدار كنصونيو وكنعيطوا والو، كنلقاو الدار مسدوده. قالت لنا الجاره ديالها بان رجاء كانت كتفرج في المنتخب هي وليداتها وهازين الرايه وفرحانين. ايوا ايه فرحانين، ايه هي هي وياها وجات الطونوبيل وداتهم غاديين فرحانين يتفرجوا في المنتخب اللي كان لاعب مع السباليون نهار 6 في شهر 12 2022. راه ملي وصلنا المكزاز عند خوتو كيتفاجئوا في المنصوريه بان كيقول لك رجاء حرقات مع راجلها داها، قال لهم ما نخليش ولادي ورايا. رجاء راجلها بان ميت وصاحبه، ورجاء وليداتها لحد الان ما بانوش. بغينا نعرفوا غير راجا واش ميته واش حيه، وان كانت ميته كون لاحه البحر. استنى شهر، تسنينا شهرين، تسنينا ثلاثه، برينا سولنا قلبنا. الوالده محروقه عليها بزاف، خوتها محروقين، الوالده مريضه ومحايده كلوه وهي عارفه راه مريضه، وراجا راه ولات كتجينا في الحلم بزاف ومحنتنا بزاف. واليوم راه الذكرى ديالها اليوم 6 فاش خرجوا في العام اللي فات، العام السنه الماضيه، واليوم انا درتهم مختفون وما قدرتش نصبر على رجاء. كنوبه كتجي قبالتي وكنطلب من المغاربه الا كانوا شافوها ولا البحاره ديال المحمديه ولا ديال جميع المغاربه اللي كيدخلوا للبحار ولا في العالم، ولا بانت لهم التصويره ديال رجاء اختي، التصويره ديال رجاء ولا وليداتها جوج محمد علي وانس كنيتهم الزراري، كانوا كيسكنوا الزغاغي انس وعلي علي ومحمد علي. وكنتمنى من اي واحد شافهم ولا بانوا ليه غير عيط لينا، لا كانوا ميتين ولا كانوا حيين، غير يعلمونا غير قلوبنا تبرد. الا كانوا ميتين الله يرحمهم، كانوا حيين غير تعيط لينا وتقول لامها راني مازال حيه، راه ما تخافي حتى من شي حاجه، خوتك كلهم ما حنين عليك، كلهم كيسولوا عليك، كنوبه كنتفكروك.
الخاطر ما بقاش عمي والنامس مات، كلشي كيبكي، كلشي كيجبدك، كلشي كتسنى بلاصتك، كلشي كيتسنى في المحمديه بان راجا غادا تجي تعزي وراجا ما جاتش. الوالده تمحنت بزاف، حنا تمحنا بخواطرنا بزاف، بغيناش نصبروا ولا شي يموت. العافيه كتشعل فينا، وكنطلب من الله وراجا الا كانت حيه مازال حيه، ولا شي خيريه، ولا شي جمعيه، ولا شي بلاصه مشدوده، ولا شاده شي حد، غير يتصل بينا ويعتق امي ويعتق خوتي وانا، راه العافيه مازال شاعله فينا وما صرنا ليك جاه، ما صرنا فين نبريو في الخارج ولا في الداخل. كنطلب من الله ويشوف هاد الاذاعه اللي شاف شي واحد تصوير تراجع وبانت ليه يعيط لينا ولا يتصل بينا غير يقول لينا. عطينا الرقم ديالك. الرقم ديالي هو 06 53 33 79 53. رجاء انا راه كنتمنى من الله تكوني مازال حيه وتعيطي لينا وتصوني لينا وتقولي لنا غير انا مازال حيه والله يسهل عليك، غير حنا غير بغينا غير نعرفوك واش حيه ومازال ولا ميته، والناس اللي مشاو معاها مازال تما ما بانوش ومختفين. هذوك الناس اللي من المنصوريه هي من مقزاز، مازال من مقزاز ومن المنصوريه مختفين. كتواصلوا معاهم؟ كنعيطوا على عائلاتهم، مازال كيقول لك ما كاين حتى شي اخبار. ساعات اللي ما تقطعوا الاخبار ديالهم ما بقاوش كيعيطوا لينا، ما يتصلوا بينا. خوتو ما صدقوش معنا في الاخر، ملي دفنوا خوتو، خوت راجلها، ملي دفنوا خوهم ما بقاوش يسولوا فينا، ما بقاو عيطوا لينا، ما قالوا لنا كيبقى خو بقيتوا من جيت اختكم. قلنا لهم غير ديروا مختفون، راجا وليداتها لا كانوا، ولاد خوكم يبانوا ولا يبانوا، ولا مرت خوكم ما كانش اللي بغاو، كلشي رفضوا وقطعوا لنا الاخبار من نهار الموت اللي دفنا فيه المرحوم جلال. ونتمنى من الله الى بانوا العائلات اللي في المنصوريه، العائلات المنصوريه نتمنى من الله الى كانوا اتصلوا بهم، كنتصلوا بشي وحدين وشي وحدين ما بقاوش كيتصلوا لحد الساعه. قال لك ماشي انت هما مع جلال، شي كيقول لك مشاو معاه، شي كيقول لك ما مشاوش معاه. اخبار صحه الاخبار غير نصحوا واش مشات ولا ما مشاتش، ما كاينش شي كيعطيك الاخبار صحيحه. شي كيقول مشات، شي كيقول ما مشات. احنا حرنا بزاف ما عرفناش راجع. شي خبر جاكم شي مره قالوا لكم راه كاين هنا ولا عيد؟ لا ما جاناش شي خبر والو، كيقول لك لا راه ماشيين راه مواصلوا، والناس هضرت الناس بزاف، شي كيقول مشاو، شي كيقول وصلوا، شي كيقول راه كيكثروا. كل واش كيقول، شي كيقول لك لا مشاو، شي كيقول لك شادينهم، شي كيقول لك ولدت في الخيريه راه حامله، راه ولدت في الخيريه، ولاده في الخيريه وراه لاباس عليها. شي كيقول لك لا هاد الهضره قالها فلان، فلان كيقول قالها فلان، باش تشد شي واحد ما عنده الصح، ما كاينش شي واحد شد ما عنده الصح. مشيتو للسبيطار، مشيتو للخير. مشينا للسبيطار مولاي عبد الله، قال واحد السيده راه لاحها البحر هي وولدها، ملي مشينا لقيناها من الصخيرات، قال لك راه جات العائله ديالها وداتها راه ميته هي وليدها وحامله، داوها من الصخيرات. مشينا سولنا تما، سولنا السلطات، درنا ديكلاراسيون بدنا السلطات، زعما لا جات شي اخبار، لا كاين شي اخبار، ما وصلونا حتى بشي اخبار، ولا جاتهم شي اخبار وعيطوا لينا. مازال لحد الان حنا مجهوز مجهولين، عائله مشات على قدها وما كاينش اللي عطانا حتى شي اخبار ولا شي تليفون، ولا قالوا لنا راه مشات ولا ما مشاتش ولا والو. هاد الساعه والو ما عرفناش. راجا غبر لي الاثر ديالها، صابتات ما صبحاتش. عطينا الرقم ديالك مره اخرى. نطلب من الله، نطلب من الله يكون راجا مازال حيه والناس اللي معاه يكونوا حيين، ويتصل شي حد بينا ولا بعائلتها ويقول لينا راه كاينه راجا. ونطلب من الله النمره ديالي هي عندكم 06 53 33 79 53. انا راه الاخ ديالها، وراجا راه حرقانه في قلوبنا بزاف ومحنانه، واليوم راه 6 في شهر 12، عام مرور عام وانا كنتذكر راجا يوميا. واليوم النهار اللي مشات فيه راجا بغيت ندير انا هذا اللايف باش نشوف راجا إلا شافها شي واحد ولا فكر فيها شي واحد ولا بانت لشي واحد يتصل بينا. راه راجا اليوم مرور عام، مرت سنة كاملة هي والأبناء ديالها، ورجاء مازال في الاختفاء، ومازال بقى نتسنى راجا، مازال باقي نتسنى راجا وصوت راجا حتى نسمع راجا واش ميتة ولا مازال حية. كلمة أخيرة. وكنطلب من الله، كنشكركم ونطلب من الله السلطات وأي واحد شافها يتصل بينا ويعطينا شي اخبار عليه، شي خبر عليه، ويكون شي خبر مفرح ان شاء الله. ونتمنى من الله يكون شي خبر، مازال راجا مازال عايشين، وسمعنا شي اخبار وتفرح الوالده راه مريضه ومحنا بزاف. اذا مشاهدينا الكرام الله يسمعهم اخبار بخير، وبقى لي الى نودعكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.